الله يبارك فيك ويحفظنا. مصطفى باشا النحاس، ماشي، مصطفى باشا النحاس هذا كان رئيس وزراء مصر يا عبد الرحمن. نحن نحب للناس أن يتعززوا بإيمانهم بالله سبحانه ويفرحوا بسلفهم الصالح المستقيم على كتاب الله وسنة رسول الله من الصحب الكرام والتابعين، ليس لمجرد فقط المنصب. لا أطعن في أحد ولا أذم أحدا، ولكن تعززنا بأئمتنا وقدوتنا رسل الله الكرام وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبع سبيلهم وناب إليهم، لا نتعزز بأصحاب المناصب من غير طعن في أحد، فتلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم. نتعزز بالله سبحانه أولا، ثم نفخر إن كان اللفظ خانني، أفخر بالمستقيمين على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان يريد عزة فلله العزة جميعا.